أهلاً وسهلاً بأحلى مشاهدين في قناتنا المتواضعة. إذا كنتم من عشاق التخييم والصيد فأنتم في المكان الصحيح، لا تفوتوا أي لحظة من المتعة. خلوكم معنا وتابعوا المقطع لآخره، لأن الأفضل قادم. يلا نبدأ، وخلونا نعيش معاً تجربة لا تنسى. صباح الخير يا جماعة الخير. يبدأ يومنا هذا الصباح بدرجة حرارة مرتفعة تقدر بثلاثون درجة مئوية، وهنا في مخيمنا نعيش أجواء الطبيعة بكل تفاصيلها. وصلنا إلى هنا البارحة في الساعة 12 ليلا، وكان الجو باردا بعض الشيء، فبادرنا بإعداد طعامنا، نصبنا خيمتنا، ثم توجهنا إلى الصيد. للأسف لم نتمكن من تصوير ومواكبة أحداث الليل بالكامل بسبب نقص بعض المعدات، لكن لدينا لكم حصيلة ليلتنا في هذا المكان الرائع. تابعونا لمزيد من التفاصيل والمغامرات الشيقة التي نعيشها هنا. بدأنا لتونا في إعداد وجبة فطور لذيذ بالبيض والبصل، وهذه بداية رائعة ليوم مليء بالنشاط. هل تعلمون أن تناول البصل بشكل يومي يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية رائعة على صحتكم؟ البصل ليس فقط يضيف نكهة رائعة لوجباتكم، بل يعد أيضاً من المكونات الغذائية الفائقة التي تعزز العديد من وظائف الجسم الحيوية. دعونا نكتشف معاً بعض الفوائد المذهلة للبصل التي يمكنكم الاستفادة منها يومياً. تعزيز صحة الجهاز المناعي، تحسين صحة القلب، مكافحة الالتهابات. نصيحة اليوم: لا تفرطوا في تناول البصل. كميات صغيرة تكفي للاستفادة من فوائده، وفي نفس الوقت تتجنبون أي آثار جانبية مثل النفخة والغازات. فاستمتعوا بوجبة فطوركم اليوم وابدأوا يومكم بقوة وصحة. ها نحن قد انتهينا من وجبة الفطور الرائعة وجمعنا أغراض الصيد، وبدأنا رحلتنا إلى مكان الصيد الذي اخترناه لهذا اليوم. في طريقنا إلى هناك صادفنا مخلوقا صغيرا أحمر ولا نعرف اسمه. إذا كنت تعيش في المغرب وشاهدت هذا الجزء من الفيديو، اترك لنا اسمه في التعليقات، نود أن نعرف المزيد عنه. لكن المفاجأة كانت عندما اكتشفنا أننا لا نملك أي طعام لوضعه على الصنارات الخاصة بنا. ومع ذلك كانت المفاجأة الأكبر عندما رأينا رجلا وحده يصطاد في المكان، فقررنا أن نطلب مساعدته. سألناه عن إمكانية الحصول على بعض الطعم، وفوجئنا عندما عرض علينا سلته المنصوبة بين الحجارة، وهي طريقة رائعة لاصطياد القمرون. هل تعلمون كيف تعمل هذه الطريقة؟ للأسف كنا نجهلها، ولكن هذا الرجل الطيب شاركنا سرا صغيرا عن كيفية استخدامها، وأعطانا فرصة رائعة لتعلم شيء جديد. قمنا بوضع الطعم على قصبتنا وتوكلنا على الله، وطلبنا منه أن يكرمنا بحصيلة كبيرة من الصيد. تابعوا معنا لتشاهدوا نتائج صيدنا ولتكتشفوا كيف كانت حصيلة يومنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.
كانت النتائج مشجعة لأصدقائي الذين تمكنوا من اصطياد 4 سمكات، بينما أنا لم أتمكن من اصطياد أي سمكة. لا زلت مبتدئا في هذا المجال، ولكنني عازم على التعلم والتحسن. إن كانت لديكم أي نصيحة أو توجيه سأكون ممتنا لسماعها. لدينا طباخ ماهر سيقوم بإعداد السمك باستخدام الطاجين المغربي الشهير بطريقة تقليدية ولذيذة. أثناء وقوفي في مدخل ميناء القنيطرة شاهدت سفينة كبيرة تقوم باستخراج الرمال من أعماق البحر، وأيضا قوارب الصيادين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم. بالنسبة لسكان منطقة القصبة وشليحات، لا يوجد سبيل آخر لكسب الرزق غير الصيد. شليحات هو دوار يقع في جماعة المناصرة إقليم القنيطرة جهة الرباط سلا القنيطرة في المملكة المغربية. ينتمي الدوار لمشيخة ولاد برجال التي تضم 4 دواوير، يقدر عدد سكانه بحوالي 1100 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنة لسنة 2004. انتهينا من إعداد وترتيب الخضار والسمك في الطاجين المغربي الشهي، والآن حان وقت الطهي. سنشعل النار باستخدام القليل من البنزين الذي سنأخذه من دراجة صديقنا النارية لتسريع الاشتعال. بعد قليل سيكون طاجيننا جاهزا. تفضلوا معنا بسم الله. إنه طبق لذيذ جدا، إذا تذوقته ستأكل أصابعك من شدة لذته. مرحبا بكم جميعا.
والعشاء إن شاء الله خلنا طاجين حوت أفراتي ديما سنكسان أقطع الحامل وقد شرمولة ديالنا كيما العادة أرجعوا لحياتكم. نعم أبولي ديك الشي نادي تيبان ديما البنة وكاليتي تكون سنتراو مع الطواجين هنا يا الساعات كيفاش ديرو بحال هكا والله ما سمعت حوت ديرو بحال هكا لا والله يحوني انا كون نقيتيها عبد الرحمن راه نقاوها السيد راه باغي يدير لنا الحوت بريوص راه نقاوه الكاشي لا نقاوه. وبعد معاناة طويلة وشجارة دامت ساعة ونصف عن من الذي سوف ينقي السمك أخ حمزة ما بغاش ينتقل للمبادرة الجميلة نظرا لأننا لم نشتريه أنا ما شاري إلا حوت ومصيدينه وما بغاوش ننقيوه أرانا أخويا داك الحوت ننقيوه حنايا أو الطواجي اللهم بارك لمسة الأخيرة الآن تقدم ملحوظ مع توازن في المؤخرة طاجين ما دخلناش من كنا بربعة هجمات مضادة صالح المنتخب الوطني لأن تلاحظوا عبد القادر إبراهيم دياز غادي خوي المرقع خوي المرقع المروق المروق ناري 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 اللهم تبارك الله ويعرفتي هاد الطاجين هذا خاصو يطيب من الطيبة الأولى يتحط خاصو يشعلو العافية خاص دابا اللي يشعل العافيه او شان نوض الطايف ولا شكون اللي يلعب يشعل العافيه لا العافيه هذه واحده قلت لك قبيله مره بقات فيقه بواحد شيشي قبيله اللي مش جايبه حتى يوم العوض هاك الماء هاد الماء في شكال في الشليحات يا خو في شكال والله الا في شكال بالله انا أجل اللهم بارك هاي لقلعتي شحمو عدين صافي عشيري صافي الخير هانيين كلشي مزيان اسمحوا لنا البارح خوتنا الكاميرا خوالنا البدري وما صورناش لومبيونس اللي كانت في الطويجين صراحه وبريم كان واحد الطاجين غير الديكور المهم عايزونا دابا تنجمعوا باكطاج تنجمعوا في الرحال غنهزوا الرحال ان شاء الله وغنمشيو فحال نجمعوا الباكطاج ديالنا وغنمشيو فحال ان شاء الله حتى شي فيديو جاي الأجواء شوية ديال الروينة هذا هو الترحال ديالو